السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من قناة الصب ستيشن. يوم بعدكم كابتن محمد كاس من بلاك اوبس 2، وهالكاس مطلوب ان تصنعون اربع ادوات، يعني التربان والدرع والستر جان وهاي الفخ الكهربائي. احب بصنع لكم التربان الموج يعني في مكان السبون. خلاص صنعنا التربين، الحين بنطلع عند المحطة اللي بعدها دينر اللي فيها الدرع. Seems like I ought to be able to do something with this. Fuck you, Darlington, I can build shit too. خلنا نسرع شوي الفيديو عشان شوي بتشي بطول. هنا صار هني ناخذ البطالة هني، ومكان القطع بيكون عشوائي، يعني مو بيكون نفس المكان. يمكن لما حصلت القطع هني اكيد بتحصلون مكان ثاني بس نفس الغرفة. الحين خلصنا الدرع، الحين خلصنا داتين، الحين بنروح فارم نصنع الستر جان، وبرجع لكم اول ما نوصل فارم. الحين احنا وصلنا فارم، الحين بوريكم اول قطعة. هي دائما تكون برا، يمكن تكون داخل، بس ما اقدر اقول لكم اكيد ان المكان بيكون هني. Well, look at this. Yeah. يعني المهم اراويكم شلون نصنع الستر جان، بس ما اقدر اراويكم اماكن القطع كلها، بس القطع اللي عندي اقدر اخذها. الحين بس بجمع نقاط عشان افتح الباب عشان احط الاداة والقطعة. عندنا باقي الأدوات. الأداة كانت فوق محطوطة، هي أصلا هو ماشين ار بي دي. بروح اركبه، خلت اثنين بطيئين عشان شوي ادور عن القطع. القطعة الثانية قريبة اكاهي. الحين خلصنا ستر جان، ثالث اداة، الحين بقت اداة واحدة ثالث الة، الحين بنسوي الالة الرابعة في محطة الباور، وبرجع لكم اول ما اوصل هناك. الحين وصلنا الباور، افتح باب المباراة. اول شي بصنع الباور عشان ينفتح الباب. بسرع الفيديو شوي. خلصنا الباور، عبارك شو تصنعون هلالة. اول كرة تكون هني، بس مو متأكد انه اظن لها ثلاث اماكن هني، بس ما اقدر اراوي كل الاماكن لان بخلص الحلقة بسرعة. والقطعة الثانية بتكون هناك، بس عندي مشكلة في الفيديو، القطعة ما تبين، ما اعرف شو صار. هنا القطعة عند الدرويشة، بس بسرع لكم الفيديو. هذا كنت محبوب بالإشارة بكوكر فايد عشان أولد مرة ثانية. ياخذ بوم، ماخذ الكبوم عشان شو اسمه عشان الراجل ما يخلص.
عندك واحد بطيء عشان اخلص العملية، احب باقي اداة واحدة بس ارى الفيديو عشان احصلها. لا هذا بات الهواي اكاي الاداة، هذه اخر اداة خلصنا. صنعنا اربع ادوات ولا داعي، انا ما فاهم شو فايدتها اصلا. لو تعرف شو فايدتها اكتبوا في الكومنت. كان معاكم عبد الله من قطر سول ستيشن، ومع السلامه.